سيلقي هذه الورشة دكتور خالد العلي مدرس الشريعة، عفوا مدرس اللغة والشريعة والإعلام التدريسي في كلية الإعلام الجامعة العراقية، وأيضا عضو المجمع الفقهي وعضو مجلس العلماء العراق ومدرب التنمية البشرية وطرائق التدريس وفنون الإلقاء والخطابة وعضو رابطة الأم العراقية وأخيرا عضو مؤسسة السنة الإسلامية. قبل ما ننتقل إلى دكتور خالد ونبدأ المحاضرة، أحب أن أنوه على عدة أمور. رجاء يعني إغلاق المايك حتى نتشوش على المحاضرة. بعد قليل سيتم نشر قناة التليجرام الخاصة بالمنظمة من قبل كادر المنظمة حتى ننشر فيها شهادات المشاركة، وأيضا حيتم نزل استمارة إلكترونية لتسجيل أساميكم. السلام عليكم دكتور خالد، تفضل المحاضرة والورشة كلها لك إن شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، شرفت حقيقة أن ألتقي معنوي و يعني يعجبني جدا اهتمامكم بلغتكم وتاريخكم، وهذا دليل أننا بخير كثير، وهذا مجتمع سيقف إن شاء الله من جديد على أيديكم الطيبة الكريمة، وإن شاء الله جهودكم تكون متواصلة أنتم وإخوانكم وكل مثقفي هذا البلد، بلاد وادي الراشدين العظيم. إن شاء الله الأيام المقبلة تكون خير وأمن على وكل بلاد العرب والمسلمين. المحاضرة عن اللغة إيجابياتها وفنونها وأساليبها لا يخفى على حضراتكم عظم يعني منزلة اللغة العربية، والله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم 12 مرة، و يعني في المرات التي ذكرت اللغة كلها ذكرت يعني في ناحية تعظيمها ومتانتها وأهميتها، وفي في 11 موضع يذكر أن القرآن نزل بلسان عربي، لكن في الموضع 12 في سورة الرعد قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. هذه الآية حقيقة يعني تسترعي الانتباه ويجب الوقوف عندها طويل، تختلف عن بقية الآيات ال 11. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي أن القرآن وأن العقل والمنطق والحياة محكومة بضوابط اللغة العربية. كيف يعني هذا ساري وجاري وثابت؟ نعم. طيب هذه الحقيقة كيف يعني تخفى على كثير؟ كثير من الحقائق تخفى على يعني فئات الناس، لكن يأتي يوم وتظهر هذه الحقائق. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي أن كل القرآن الكريم وكل التراث وكل التاريخ وكل المنطق وكل العقل تحكمه اللغة، يعني ممكن أن تعبر عن تأخذ كل الحقائق هو اللغة فقط، اللغة. يعني حتى إذا تنظر إلى تفسير القرآن الكريم، هناك تفسير فقهي، هناك تفسير عائلي، هناك تفسير تاريخي، هناك يعني تفسير إعجاز علمي، لكن لا يخلو تفسير من هذه التفاسير من اللغة العربية. يعني ممكن أن يجد القرآن معظم كتابة حقيقة على وجه الأرض، ممكن أن يكون تفسير تاريخي يعني يخلو من الفقه، ممكن أن يتفسر في الحديث النبوي الشريف يعني ليس حديث، لكن لا يمكن لتفسير القرآن إلا أن يكون مشتمل على كل قواعد اللغة العربية، يعني محكوم بضوابط اللغة العربية. الآن محاضرتنا في بيان إيجابيات اللغة، واقع اللغة من ناحية إيجابية، يعني هل تتناغم اللغة مع العقل والمنطق؟ نعم وأكيد، بل أن المنطق والعقل لا يشبعهما إلا اللغة. اللغة عقلية منطقية، نقول للطلاب من الابتدائية إلى البكالوريوس إلى الماجستير إلى الدكتوراه، نقول إذا أردتم يعني حقيقة تصلوا إليها وأنتم مطمئنين وبسلاسة وبسهولة، ويعني تكون خطاكم على السلم الصحيح، اضبطوا قواعد اللغة وانظروا للغة من ناحية عقلية منطقية. الله عز وجل خلق العقل وكرم به بني آدم، هذا العقل مطابق تماما لكل ضوابط اللغة، وضوابط اللغة
متناغمة تماماً مع كل منطقيات العقل. الآن محاضرتنا خصائص اللغة العربية، يعني خصائص اللغة العربية بين التاريخ وبين الوقت المعاصر ومشاكل اللغة وبين المنطق والعقل. خلينا نقول خصائص اللغة العربية من ناحية عقلية منطقية، بعيد عن كل يعني سلبيات تدريس اللغة العربية. وهذا الكلام ممكن أن يوجه للابتدائي والمتوسط والإعدادي وللدراسات العليا. هل تتطابق اللغة مع منطلقات الفكر والعقل والمنطق؟ نعم، حضرتنا في تثبيت هذا المبدأ حتى لا نذهب بعيد. طيب ما هي خصائص اللغة العربية؟ خصائص اللغة العربية كثيرة، يعني ما معنى خصائص؟ يعني مميزات ما تفردت به اللغة عن غيرها. اللغة العربية لا تشبه ولا تشابه أي لغة من لغات العالم. طيب بيش ما تشابه لغات العالم؟ بما تفردت؟ يعني تفردت بنظام الإعراب. إيش به الإعراب؟ نظام الإعراب نظام منطقي عقلي يبين لك المعنى، يعني إن كان هناك فعل فيعني المعنى يتجه نحو الفعل، إن كان هناك حقيقة ثابتة ليس فيها فعل، حقيقة عظمى ثابتة تخلو الجملة من الفعل بشكل منطقي بسيط جدا. الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار والاستمرار وهي كأنها عنوان، كأنها حقيقة ثابتة، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، خلاص انتهى الموضوع. الجملة الإسمية حقيقة ثابتة، السماء مرتفعة، طيب الله خالق السماوات والأرض، هذه حقيقة يعني ليس هناك فعل متجدد. طيب الله يخلق ما يشاء، لا هذه حقيقة متجددة، الله عز وجل في كل لحظة يخلق ما يشاء. فنقول للطالب، نقول له إذا شفت فعل فاعلم أن هناك حركة تجدد، إن شفت أسماء فهناك حقيقة ثابتة، خلاص وانتهى الأمر، من غير إطالة، من غير شرح، من غير تفصيل، انتهى الأمر. اللغة العربية جملة فعلية وجملة اسمية. جملة اسمية تدل على الحقيقة الثابتة، الجملة الفعلية تدل هناك عمل يعني الآن يحدث أو يحدث في الماضي أو سيحدث في المستقبل، وهذه الأفعال الثلاثة ماضي ومضارع وأمر. لا تذهب بالطالب بعيد ولا تأخذ منه الوقت الكثير وتترسخ في عقله حقيقة الأفعال حولك، هذه الدنيا حولك، هناك حقائق ثابتة لا تقبل الجدال، وهناك حقائق تتكون باستمرار، تتجدد باستمرار، تتغير باستمرار، فأنت بين الثوابت والمتغيرات بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الإعراب يبين لك حقيقة هذا الأمر. كيف؟ لما تأتي إلى اسم وتجده منصوب، خلاص هناك فعل، وهذا الفعل ممكن أن يتجه يعني إلى المعنى المنضبط اللي يحيط في واقعك أنت، أنت في واقع يعني. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. نقول للطالب اعرب كثيرة، بصدهم عن سبيل الله كثيرة. طيب كثيرة اسم منصوب، خلاص هناك فعل. طيب هذا الفعل ممكن أن يقدر يعني تأثيره، كثيرة ممكن أن يعرب مفعول مطلق يعني وبصدهم صدا كثيرة، خلاص معنى منضبط وصحيح وفعلا هم صدوا صدا كثيرة. وممكن أن يكون مفعول به خلقا كثيرة، وممكن أن يكون مفعول فيه يعني زمانا كثيرا مكانا كثيرا، خلاص إذن مطابق لمنطلقات العقل في تلك الواقعة، الواقعة الفردية اللي تحيط في الجملة أو الواقعة العظمى اللي نقراها إلى الآن، وانتهى الأمر. الإعراب يبين لك اختلاف المعاني تقديرا عقليا منطقيا من غير إطالة ومن غير تشتيت ومن غير ذهاب إلى بعيد. هذا الإعراب. يعني العرب لما كانت تقول كم رجلا، كم رجل، كم رجل، كم رجلا استفهام، كم رجل تكثير خبر، خلاص مستقر. كم رجل هو هذا الرجل يعني نفسه، كم مرة، وهكذا ثلاث معاني لا رابع لها وكلها منضبطة بمنطق عقلي. طيب خصيصة الثانية، هذا الأول ويعني لا يمكن أن نطيل به أكثر من هذا. الخصيصة الثانية أن العربية ثلاثية، وهذا دليل آخر أنها منضبطة بضوابط العقل والمنطق. كيف ثلاثية؟ كل ما فيها ثلاثي، يعني أصول الكلمة ثلاثية، الجذر اللغوي ثلاثي، علوم اللغة العربية بلاغة نحو صرف ثلاثي، المقاطع الصوتية ثلاثة،
الأزمنة ماضي ومضارع عمر ثلاث، حالات الإعرابية ثلاث، فتحة كسرة ضم ثلاث، في الأفعال رفع ونصب وجزم ثلاث، في الأسماء رفع ونصب وجر ثلاث، كلها ثلاثية. زين، ماذا ينفعنا هذا الثلاثي؟ ينفعنا في تقسيم اللغة تقسيم عقلي منطقي، ما تقبل غلط، ما عندنا شتات، ما عندنا أمور مفتوحة إلى ما لا نهاية، لا أزلي ولا سرمدي ولا أبدا، عندنا أمور منضبطة ثلاث، ما في علومها، في كتابتها، فطورها، انتهى الصف ثلاثي. البلاغة ما بين علم البيان والبديع، طيب ثلاثي، نظام ثلاثي، ثلاثية. يعني حتى في مسألة الممنوع من الصرف، الطلاب يشتكون منه، نقول ما كانت الكلمة أصلها ثلاثي خلاص هي عربية وليست ممنوعة من الصرف، وما كانت الكلمة لا يمكن أن ترد إلى الثلاثي فهي ممنوعة من الصرف. هذا انتهى موضوع الممنوع من الصرف، كله انتهى، كله يعني من أول إلى آخر مبني على ميزان عقلي منطقي. يعني زيد ثلاثي مصروف، زيدون زيدن زيدن. زين، مريم، مريم ما ترجع للثلاثي. زين، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، جوزيف، ما ترجع للثلاثي، خلاص هذه ممنوعة من الصرف لأنها ليست ثلاثية، يعني ليست أصلها عربية. وهذا الموضوع يقرب الفكر للطلبة ويقرب الفكر حتى للمدرسين، ويبنى. يعني عندي أنا بحث خاص في مسألة الممنوع من الصرف، هو من لب يعني منطقيات اللغة العربية، هو ميزان لعقل اللغة في الواقع في القديم وفي الحاضر. كل موضوع الممنوع من الصرف ثلاثي. طيب، ممكن تسدون المايكات الله يحفظكم حتى. طيب، رجاء اغلاق المايك حتى ما تتشوه المحاضرة الدكتور، رجاء. تفضل دكتور. الخصيصة الثالثة يعني أبنية اللغة العربية. العربية أيضا تفردت من ناحية الأبنية. ما معنى الأبنية؟ عندنا أي كلمة لها معنى، لكن إن صيغت في قالب، إن دخلت في قالب، خلاص مباشرة نحكم على هذه الكلمة بقالب هو معنوي، بمعنى محدد معين. يعني راحم غير رحيم، غير رحمن غير رحوم، غافر غير غفور، غير غفار، عالم غير عليم، غير علام. القالب يأخذ إما مبالغة، إما صفة مشبهة، إما اسم فاعل، إما اسم مفعول، إما اسم آلة، وهذا ما لا تجده في أي لغة من اللغات أبدا. يعني وهذا شو يفيدنا؟ يفيدنا مرات نشبه إنسان بآلة، يعني نقول هو، لاحظ، نقول هو من شار ماكر رايح جاي، من شار شبهناه بآلة، من شار مفعال آلة مفتاح. نأخذ هذا المعنى ونقدمه للناس، نقدم فيه المعاني. والرسول الكريم صلى الله عليه وآله يقول إن من الناس مفاتيح للخير، آلة مفاتيح للخير، مغاليق للشر. شبه الإنسان بالآلة، مجرد أن يدخل فتح، مجرد أن يقول يكون على وزن مفعال، خلاص صار آلة. زين، وإذا صار آلة طيب مفعال، تجعلها على مفعال هي آلة. ماذا ينفعنا هذا؟ ينفعنا هذا أنه إذا أردنا أن نبالغ نأخذ من هذه الصيغة اللي هي آلة. طيب كم صيغة المبالغة؟ خمسة. الآية خمسة، الآية الخمسة. ليش يعني أختص بالمبالغة؟ لأن العرب تعرف جيدا العربية جعلت هذه المبالغة، أخذتها من مصدرها الأصل المنطقي العقلي، من عقلها الواعي. مفعال ضاف مكرام، زين، فعال، فلا كل فعال. زين، هذا فعال مبالغه. مين جابوا لما وجدوا ان كل مهنه وكل صنع على وجه الارض تبنى على فعال، باوع النظام العقلي المنطقي. يا طلاب، يعني اخذوا هذا المثال، حفظوه
وشوفوا عظم اللغة وشوفوا يعني قرب اللغة من الواقع والمنطق والعقل فعال. الآن أي كلمة تبنيها على فعال ستجدها حرفة، مهنة، صنجار، سباك، حداد، طيار، فلاح، أي كلمة تجدها صنعة. العربية جعلت هذا القالب للصنعة. وإذا أراد أن تبنى بنت الكلمة على هذا الوزن. ليش؟ لأنه في العقل المنطق أن هذه هذا القالب هو للحرفة. طيب الحرفة يوميها هي حرفته من تتعود عليه، يعني هي أصلا مبنية عقلا اللغة على هذا القالب للتكتير. فقالت هناك خمس صيغ للمبالغة، انتهى أمر صيغ المبالغة وقلنا للطلاب وبين أن عقلية منطقية الإضافية بسهولة للمبالغة خمسة فعال وعمول فعيل وفعل كلها. لاحظ فعيل بنيت بعقل الواعي. يعني دققوا الآن، اسمعوا هذه المسألة، اسمعوها بقلوبكم وبعقولكم، اسمعوا الناس جدياتنا وأجدادنا تقر في عقلهم. راح أقول لكم هل تستوعبوا؟ يقول له لفلان، يقول له فلان أنت فلان، قال لا هو من الأول يمين. زين أخذوا هذه الجملة، شو ضعف هو من الأول ضعيف؟ لا فعلا فعيل ثابت مستقر، يعني حتى في عقل العزائز. نعم حتى العقل له كلمة ولغة على هذا المنال، وهذا الصحيح. قولا لا والله هو من الأول طويل عيل، ثاني متغير لا هو من الميل، انتهى الأمر. هذا دليل أن العقل المنطقية لا يوجد مدرس يربط الناس بالعقل المنطقي، يربط اللغة مع أساسيات العقل. حتى لاحظوا ذلك، حتى مقولات هذه المقولات الله مبحث هذه المقولات هذا يعني هذا التنكير. لاحظوا باب يعني الفاعل كل موضوعات اللغة هي مبنية العقلية المنطقية. الخصيصة الرابعة أن هذا الموضوع ينفع أهل البلاغة والشعر والأدب و يا ريت من خلال لأي إنسان كيف بسمع بدوية نشأت مادية، ولما توسعت المجتمعات واختلفت كنها وصار النظام بدوي لغوي وهو نظام صارم، صار يحتاج إلى منطلقات معنوية، يعني يحتاج إلى توسعة المعاني في لا يصل اللغوي ما بدوي ارتباطكم بارتباط أصل. كيف؟ في بحث الآن نقول للطالب، نقول له هذا الموضوع اكتب المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. كلمة بحث لغة واصطلاحا، يعني لغة لأصلها الذي وضعت له، واصطلاحا إلى أي مدى وصل المعنى الآن. يعني الآن كل لغتنا معنوية وكل أصولها مادية، خلاص انتهى الأمر. أصل اللغة مادي والآن استعمالها معنوي. مادي يعني ملموس، زين معنوي يعني محسوس. مادي لأن كانت الناس بيئتها مادية واللغة منضبطة، معنوي لأن المجتمعات توسعت وبدأت تعتمد على
منطلقات فكرية واسعة. زين، نضرب أمثلة. الجمال مع مادة، يقول أكتب الجمال لغة ومعنى. يقول الجمال يعني شيء المستحسن، نقول له هذا المعنوي هذا الآن. لا، أريد أصل اللغة، ما معنى الجمال؟ أصل المادي، أصل وضعه في اللغة. الجمال منين يجي؟ يجي من الجمل، من الجمل، لأن بيئتهم مادية. زين أستاذ، أنا شلون يجي من الجمل؟ أنا ما مقتنع. ما تقتنع؟ خليك وياي. الجمال من الجمل. زين، الأناقة، ما معنى الأناقة الآن؟ يعني إنسان شيء، إنسان لبس فاخر، أناقة، نقول له هذا من الناقة، أصل اللغوي من الناقة. زين، الإجمال، الإجمال من الجمل. زين، التفصيل، التفصيل ابن الجمل، الفصيل ابن الجمل. إجمال وتفصيل. زين، تفصيل التفصيل الحوار، الحوار هو حفيد الجمل. جمل، فصيل، حوار، وآخر الدية العرب تقول آخر الدية الحوار. يعني تفصيل مادي انتقل إلى تفصيل معنوي. طيب من يربط؟ أي مدرس يعني، يا ناس، يا أبطال، يا أفذاذ، يعني يا غيورين، هل من غيور على هذه اللغة أن يقرب المعاني للناس ويقول لهم يا هذه المعاني المادية أصبحت معاني معنوية، ترى إحنا بعدنا أصلنا عربي، جذرنا عربي، هويتنا عربية، كلامنا عربي، كل مفرداتنا أصلها عربي، بس انتبه للربط فقط. فقط. زين، حفلة، ماكو واحد منكم يعرف شو معنات حفلة. هذا معنى حفلة، هذا الآن أنا أريد روح الآن قريش، روح حذيل، طي، كعب، أسد، تميم، ربيعة، أي قبيلة من قبائل العرب، روح اسألها قل ما معنى حافل؟ تقول لك ناقة حافل، يعني ناقة حامل. أخذنا المعنى من الناقة الحامل، مملوءة، أخذناها. الحفلة شيء أكيد مملية ناس، الحافلة الباص شيء أكيد مملية ناس، وهكذا كل مفرداتنا، كل مفرداتنا. يعني جريدة، الآن إحنا أخذنا في جريدة، ما معنى الجريدة؟ الجريد هو السعف. زين، صحافة، الصفحة، الصفحة والماعون. زين، فلان ظفر به، ما معنى؟ الله، سؤال لكم بس بدون أن تفتحون المايكات، كل واحد يجاوب من يمين. ظفر، فلان ظفر به، ما معنى ظفر به؟ وليش قلنا ظفر؟ فلان ظفر بالذي يتمنى، ظفر من الظفر، وجدوا أن النسر والصقر، البيئة المادية تنبت أظفارها من التمكن، أيضا تأخذ بمعنى التمكن، ظفر به، تمكن به عليه. طيب، لكل شيء سنام، وسنام القرآن البقرة، السنام، سنام البعير، سنام. زين، الآن لما يعني أتذكر لما جلال الطلباني صار رئيس جمهورية العراق، قال تسنم الأستاذ جلال الطلباني رئاسة جمهورية العراق، تسنم. قلت للطلاب إيش معنى تسنم؟ ما حد جاوب. السنام هو أعلى شيء، أعلى الأعلى، أعلى شيء يسمى سنامه. إذن يعني، إذن الكلام المادي، اللغة المادية في أصلها أصبحت معنوية. ما عندنا في ماديتها ولا عندنا إشكال في معنويتها، لكن عندنا إشكال في ربطها. ولاحظوا كل المفردات الدور حول الرابط بين اللغة والاصطلاح. بحث، يلا دكتورتنا العزيزة، ما شاء الله. أنا كثير يعني، أنا بالنسبة لي للفقه أتكلم لك الصلاة، المسيح واليهود وكلها تصلي، والجاهلية كانت تصلي، والله سبحانه وتعالى يقول صلي عليهم إن صلاتك، يعني لكن كل وحدة لها معنى مختلف. في الأصل صلى يعني دعا، دعا، أي زي. صلى دعا، يعني أنا يا سيدة أدعي يعني مصلية. كملي معي. يعني الصلاة هي الدعاء، إجت الشريعة الإسلامية حولتها من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي، فصارت الصلاة هي حركات مخصوصة بألفاظ مخصوصة في زمان ومكان في زمن مخصوص، فصارت الصلاة. الحج هو القصد لغة، أقول حججت إليه، قصدته، حججت العظمية. الآن الحاجات اللي هي يعني بمستوى تفكير الطلبة الآن اللي يسمعون، عندنا طلبة، عندنا يعني الآن هم شباب يعيشون واقعنا.
مع حضرتك عاونيني نوجه لهم هذا الهاتف، الهاتف اللي تحملوه واحد مالته ايفون واحد. المشكله ما يسموه هاتف، يسموه موبايل. موبايل زين. الهاتف مشكلة. هو صوت، الصوت الخفي في الليل، العربيه تقول هتفت سمعت هاتفا، يعني الصوت الخفي في الليل. زين زين. سياسه الان نتكلم على واقع نحن العراق، سياسه منين اجت كلمه سياسه؟ من ساس الخيل السايس، الخيل مادي، كانت حرفه مهنه اخذناها معنى اصطلاحي. زين. تربت يداك يعني اصابك الغنى، تربت يداك تربت يعني تراب، يعني شيل شيل ملت ملت اصبح غني. يعني الان ليس من ثري، اذا نقول للطلبه نقول له ما معنى ثري؟ يقول لك غني. زين. منين اجت كلمه ثري؟ من الثرى. ايش الثرى؟ تراب، يعني اصبح عنده اموال مثل التراب. يعني ربط لغوي معنوي جميل والله ما شاء الله. وسوسه، ابليس يوسوس. زين. ما معنى وسوسه؟ كانت يعني البنت في الجاهليه من تلبس هاي الخشاخيش والاساور وتحرك بهن، هذا الصوت، صوت الاساور وسوسه. هذا مادي وهذا معنوي. وسوسه. زين. عاطل، الان اكثر الشباب عاطل. يابا ما معنى عاطل؟ روحوا للجاهليه واسالوهم اي قبيله من قبائل العرب، قل له ما معنى عاطل؟ يقول لك هي المراه التي لا تملك ذهب، لا تلبس ذهب، امراه عاطل خاليه من الذهب. لكن هي باطل، هي الذي لا يعمل هو الباطل وليس عاطل. سكتنا عنها نحن ندري. رساله الماجستير مالتي البطاله وليست العطاله في القران. زين. يعني لا وليس عاطل. زين. استقر. هذه احنا نطيل من الاسئله، ما معنى يعني طلبتنا نسالهم في الصفوف ما معنى سفر؟ استاذ السفر الرحله. زين. ليش سميناه سفر؟ عفوا هو ما يشتغل يقول طال بطال، يعني هم عاطل وهم باطل. بس هو مو باطل من معنى بطلان الاثم، لكن هو الذي لا يعمل باطل وليس عاطل. واحنا اليوم نستخدم عاطل نترك كلمه باطل عليه الاستخدام. زين. الان اذا ويانا يعني ويانا رتب عسكريه حتى نغادر هذا الموضوع، شوف الرتب العسكري، اللواء رافع اللواء، الرائد اللي يتقدم قومه، النقيب اللي ينقب عن المي، وهكذا العميد اللي هو من 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 عمود الدار، كل الرتب. زين. المديح ما معنى المديح؟ المديح يعني هو الثناء. مين اجت كلمه المديح؟ الارض المنبسطه، الارض المحبوبه المتيسره، هذا هو المديح. طيب حتى ما نطيل، يعني ضربنا امثال، ذهب الامر برمته مثل ما ذهب الجمل بالحبل، زمام المبادره مثل ما الفرس ياخذون اللجام ويأخذ المبادرة بالزمام، وهكذا الوزير يعني بمعنى الذي يؤازر، ويعني معاني كثيرة جدا. من خصائص اللغة العربية أنها تميزت بفنون. هذه الفنون نأخذ مثال واحد، يعني اللغة العربية صاحبة أكبر عدد مفردات، يعني الآن على وجه الأرض اللغة العربية عدد مفرداتها 12 مليون و600 مفردة. أقرب لغة إلها في عدد مفرداتها الإنجليزية، وعددها 400,000 مفردة. لاحظ الفرق بين أقرب لغة 400,000 والإنجليزية، والعربية 12 مليون و600 مفردة. شوف الفرق الهائل، يعني كما ونوعا. مثل ما واحد الآن عنده أحدث جهاز يعني آيفون، واحد عنده أقدم جهاز اللي هو ذكر الطابوقة، يعني الفرق بالضبط، والله الفرق بين وفي دقتها وفي وضوحها وفي شمولها وفي تنوعها وغزارة فنونها مثل أحدث موبايل مع أقدم موبايل. زين. هذه الـ 12 مليون، لاحظ الغريب، يعني معلومة استفيدوا من هذه المعلومات ونقلوها واستوعبوها. لاحظ 12 مليون و 600 مفردة مبنية من 28 حرف، وهذا إعجاز. 28 حرف
تبني 12,600,000 مستخدم. هذه ال 28 اخذ اللي اخذ هذه القاعده العجيبه، 28 حرف هي متوسطه بين كل اللغات. اللغات البقيه يعني اما ان يكون عدد مفرداتها 16 و15، واما ان يكون عدد حروفها العفو ورسوم الحروف تكون يعني مئات. العربية 28 عدد واضح سهل متوسط زين. هذه ال 28 حرف رسومها منضبطة؟ نعم رسومها منضبطة. ارسم لي السين، اكتب لي السين، سين استاذ هذه سين سهلة. اكتب لي الصاد، صاد. طيب اكتب لي الكاف، هذه الكاف استاذ ما عندنا اشكال. زين الان اكتب لي الكاف باللغة الانجليزية، اكتب لي الكاف باللغة الانجليزية، هل هي سي؟ طيب هل هي كي؟ هل هي كيو يعني وراها صامد؟ كم رسم للسين في اللغة العربية؟ في اللغة الشين الانجليزية. الشين في العربي والشين في الانجليزي كم؟ اس اتش. يلا نوصل للشي. اس اتش اتش يعني سي اتش واس اتش زين ومرة زد ومرة زد يعني أنا كاتبها يمي تقريبا 9 صور للشين في الإنجليزية وثمان صور للكاف في الإنجليزية. طيب الدال والدال بالإنجليزية حرفين. يلا دكتور أعتقد اللغة المختصر مفيد. اللغة العربية هي لغة اشتقاق وأكثر اللغات تعتمد على حرف الجر أو تعتمد على تركيب الصلحات. يعني أكو لغات تجمع كلمتين تعطيك معنى، أكو لغات تغير حرف الجر تعطيك معنى آخر، وكما موجود بالإنجليزية وغير اللغات الإسكندنافية كلها. اللغة العربية مثلا تقدر تقول على يعلو علو، هي نفس الكلمة أنطتك كلمات مختلفة المعنى. أنت اشتقينا هذه الكلمات الباقية من كلمة واحدة. نعم. فلذلك اللغة العربية هي لغة اشتقاق وليست لغة مصطلحات. نعم. الآن أنا يعني عندي كتابة يعني في مسألة علمة يعلم نعلم اعلم عالم عولمة تعليم علامة تعاليم. لا توجد لغة في العالم تغطي المساحة اللي تغطيها اللغة العربية في الاشتقاق فقط في الاشتقاق. والآن هذه علمة ممكن أن تفيدنا في اشتقاقات جديدة، يعني في عندنا المعرب، عندنا الدخيل، عندنا المولد، ممكن أن ننتج منها مئات الألفاظ بقوالب منضبطة عقلية منطقية معاصرة، ما نحتاج للمفردات الإنجليزية ولا للمفردات العجمية. لاحظوا الـ 28 حرف في رسمها ثابت. نقول لأي طالب من الطلاب اكتب لي باء، استاذ هذه باء، انطقها باء. طيب اين ما تقع باء؟ لا توجد هذه الخصيصه في اي لغه من لغات العالم. ولاحظ وعندنا ترتيب الهجائي وعندنا الترتيب الصوتي، يعني لغه منضبطه من ناحيه الصوت لها ترتيب، من ناحيه الارقام والحروف لها ترتيب، من ناحيه الرسم والكتابه لها ترتيب. يعني لا توجد هذه الخصائص إلا في اللغة. لاحظوا. طيب ننتقل إلى أي جوانب يمين ويسار. الوقت أدركنا. لطائف من اللغة العربية تشجعكم وتنمي أفكاركم. لاحظوا أمور يعني صياغتها خطأ تؤدي إلى معاني يعني طائف. الآن أنا من أسلوبي منتصف الدرس ان بعض اللطائف بعض يعني الطرائف اللي تثري الدرس اللي تخلي الطالب يستوعب. حضرنا مره يعني احدى حفلات التخرج للاعداديه، فكان المدير يلقي الخطاب ومدرس عربي جالس معي والخطاب يستمر وانا اطلع الاخطاء اللي يتكلم بها المدير بس بيني وبين المدرس، فهي من الطرائف. فايش قال يعني حضرات المدراء. طيب المدراء قلت له هذا أول خطأ. المدراء المدر الطين، والمدراء يعني الطيان صناع يصنعون تماثيل.
عافية. فقلت له هو المديرون صاروا طيانين، يضحك المدرسة اللي بصف. قال واحد إنه مش قال، قال إنه إحنا عندنا مدرسون أكفاء. قلت له أكفاء يعني عميان، أكفاء جمع كفيف، يعني هم طيانين وهم عميان. هم عميان. يضحك. إيش قال؟ قال والحمد لله عدنا عزيمة لن تنفذ، إذ لن تنفذ. قلت له يعني ما راح يسوي لكم ولا شغلة، لن تنفذ. يعني ما راح تخترق، ما راح توصل لأي خطوة، هي تنفذ. تنفذ. قل لو كان مداد كلمات ربي نفذ. زين، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. باق. زين، ايش قال هذا المدير؟ ايش قال؟ قال الآن راح نسوي لكم، راح نسوي لكم مسودة. طيب، قلت له يعني سودة مفخمة راح يسويها. هو أخير شيء قال لي يعني المدرس اللي صفي، قال لي أستاذ إذا ريت استوعبتهم، بس مسودة ومسودة شنو الفرق؟ قلت له مثل الفرق بين لفظ أسود وسيد. أسود مسود، زين، سيد مسود ومسودة. السيد يعني سيد قومه، كبير قومه، شيخ العشيره، سيد قومه. الفرق بين اسود، اسود مسود. طيب سيد، سيد مسود. قال ها هسه عرفت المعنى. قل ولا تقل. قل مرات دكتورتنا العزيزه حضورنا الكريم، مرات نقبل بالاخطاء البسيطه لان الناس ما مختصه باللغه، بس مرات الاخطاء تكون بنتائج عكسيه تماما، يعني انت تقول كلمه وتقصد ضد. نعم. يعني كلامك في وادي والكلام اللي نسمعه في وادي آخر تماما. الآن مثل ما الكلمة اللي نسمعها دائما يعني روية في كتاب المبرد وغيره، قال من المتوفي؟ فالرجل هو جير مجلس عزاء، من المتوفي؟ قال الله عز وجل المتوفي. فقام وضربه وكتله وصارت أزمة. هو نحوي وانكتل، هو نحوي وفقير وانكتل. عفوا دكتور نعم. لو سمحت العملية مثلا يكتب فد خطبة معينة أو كذا، نعم. فد مقالة يكتبها، هاي الأمور الأخطاء بها ما أصور يعني فد مشكلة كبيرة. بس المشكلة إنه بالمحاكم العقود اللي تجرى، يعني يصير بها باللغة، يكتبون فد عقود باللغة، يختارون كلمات حتى بعدين لاحقا يقدر يعني شلون يقول يغش بها، يغش الاخرين. يعني الحيل، يسموها الحيل، هي الحيل اللغويه اللي تاثر على العقود الشرعيه. حيل. نعم نعم. من اللطائف اللي ذكرتها احد الاخوان اللي هو شويه ضليع باللغه العربيه، شيخ توفى رحمه الله، الف رحمه على روحه، دز عليه المحافظ، أحد محافظين المحافظات العراقية، راد كتاب إلى مكان معين، فراد إنه يأخذ رأيه حتى لا يكون فيه خطأ لغوي بالنسبة للكتاب اللي دزه. فلما انحضر غرفة المحافظ فقاعد برا منتظر بما يدخلون المحافظ، أكو قطعة مكتوبة على باب المحافظ الزيارات الخصوصية ممنوعة. فلما دخل قال له على شنو داز عليك؟ كلمة خصوصية، لا توجد خصوصية باللغة العربية، الزيارات الخاصة وهكذا. يعني أول شيء صحح القطعة مالتك، بعدين صححتك الكتاب. العقود، عقود الزواج، يعني كنا حضرنا الزواج، فقال اللي الشيخ اللي عقد مو اختصاص اللغة، فقال زوجت فلان من فلانة حضور الناس، فقلت هذا العقد باطل. قال كيف باطل زوجت فلان من فلانة؟ من بعضية، فانت يعني زوجتها، زوجت يعني بعض فلانه، شنو بعض؟ زوجت ايدها، زوجت يعني اما ان تقول زوجت فلان فلانه وهذا الصحيح، اما كلمه بعض يعني العقد كله باطل. بينما لاحظ من الطرائف
لو طلع بالمسألة زوجته لحظة دكتور خل نراجع عقود الزواج لعد كلها مشكلة لازم نروح نراجع عقود الزواج اللي يتوهم اكثر الدول التكفيريين وزوج بالحور العين وكذا لانه بالقران وزوجناهم بحور عين هذه الباء للمصاحبه وليست للتزويج اللي موجود في الدنيا لانه في الاخره لا يوجد زواج من الزواج اللي موجود في الدنيا فمكتوبه يعني وزوجناهم راحت عليهم الحور العين الناس سموها هي قابله للتأنيث لكن قلت له ممكن ان تقول زوجت فلانه من فلان قال لي ليش يعني زوجت فلان من فلانه باطل زين زوجت فلانه من فلان قلت له صحيح المن تبقى بعضية لأن الرجال إلى حق أن يتزوج أربعة طبعها. لا لا دكتور هاي أنت جواز جبت الدليل اللغوي على جواز بأربعة نتكلم من ناحية لغة لا أكثر لاحظوا اللغة قابلة للحيل وقابلة حتى للأضداد كلها مسائل عقلية فكرية ممكن أن تقدم على شكل طرائف ممكن أن تقدم على شكل قصص حتى نقربها للطلبة أي نعم ممكن أنه لاحظ ممكن أن يستوعب الفكرة من ناحية القصة أو المعنى بالفصحى أكثر من أي استيعاب آخر من ناحية لهجات أو من ناحية يعني كلام عامي لاحظوا لما الله عز وجل قص علينا قصة يوسف قال نحن نقص عليك أحسن القصص قصة فصيحة وردت في القرآن سورة كاملة تجد فيها الإمام السيوطي أخرج منها ألف فائدة وأي إنسان يقرأها يعني ما تشكل عليه ولا مفردة من المفردات نظام الأضداد الاشتقاق والترادف وطيب والاشتقاق والترادف والمشترك اللفظي نعوف كلهم الأضداد هذه فكرة الأضداد الجميلة قال يأتي للمعنى ويذكر بالضد فبشرهم بعذاب أليم يعني هاي شنو يبشر بالعذاب إن الساعة أكادوا أظهرها طيب ما قال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وآتينا كنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة هو من اللي ينوء بمن المفاتيح تنوء بالعصبة أم العصبة ينوءون بالمفاتيح فعميت عليكم هي عميت عليكم أم أنتم عميتم عنها سنفرغ لكم سنفرغ لكم أيها الثقلان هو من سيفرغ لمن الناس ستتفرغ ليوم القيامة الله عز وجل قال سنفرغ لكم أيها الثقلان لما يأتي بالمعنى بالضد يتبين كل ما ضد كل الأمور أنت لما تأتي للمعنى من الأخير فكل من البداية إلى الأخير أنت بينته ووضحته وأزلت كل إشكال وأزلت كل إبهام ووضحت المعنى ووسعته وبينت من الأخير ولا تجد ظاهرة الأضداد في أي لغة من لغات العالم هذه الخصائص تكلمنا في دقائق معدودة هذه الخصائص تفردت بها اللغة وهي سهلة مطابقة للعقل مطابقة للمنطق يسيرة ممكن لأي إنسان أن يقرأها ويستوعبها ويستفيد منها لاحظوا النظام العقلي الصارم للغة لاحظي دكتورتنا والحضور الأعزاء لم يفعل بما ينتهي بالسكون لم يفعل ويسكت لم تجزم والفعل مجزوم لأنه لم يفعل فسكت صمت لأن لا يوجد فعل زين هو يفعل هو يتكلم هو يتقدم مرفوع لأن هذا ماشي هذا الفعل ماشي زين مجزوم ساكت واقف وهذا نظام عقلي لاحظ لم يتكلم سكوت زين هو يتكلم مفتوح يتكلم لأن الفرق بين لم يتكلم ويتكلم فرق واسع بينت اللغة في حركة واحدة فقط السكون سكوت الضم كلام مفتوح ممكن أن تستوعب ممكن أن يسير كلام ليس مقيد وأي فعل من الأفعال ممكن لما تدخل لم خلاص زين فعل معتل تقطع
يسعى لم يسعى، يرعى لم يرعى، يخشى لم يخشى. تقطع تقطع حرف العلة معناته أنه لا يوجد خلاص. زين، هو يسعى مفتوح لأن يعني الألف تتكبر، هو يسعى. يعني هذه المسائل المدرسون يدخلون الطلبة مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. هذه من الطرائف أضحكم حتى 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 تروحون تتذكرون الطرفة. كنا بالابتدائية، فطالب يقول لما يقولها شاف مدرس، يعني مدرس سترته طويلة ومحدب ولابس مناظر شعب استكان مثل ما يقولون، فقالها الطفل، قال الوالد، قالها يوم هذا مدرس عربي، قالت له درسك؟ قالها لا. قالت له تعرفه؟ قالها لا. قالت له من عرفت مدرس عربي؟ قالها يوم من السترة الطويلة من الفتحة الظاهرة على آخره. هذه السترة الطويل وشعب استكان ومدرس العربي تعبان ومعقد لا لا، اللغة ليست هكذا والتدريس ليس هكذا، وممكن بمثقفين بالواعين بطلبتنا ممكن أن ننهض بهويتنا ولغتنا وقرآننا وتاريخنا، وممكن أن ننهض ببلدنا. أعتذر على الإطالة والشتات الموضوع. نعم بالعكس. جزيلا دكتور خالد، بالعكس شات معلومات انا بصراحه انا محتاجتها. شكرا جزيلا لك دكتور خالد. ما شاء الله أكيد. ما شاء الله اكيد دكتور انا عندها مداخله، تفضلي دكتوره. يعني اول شيء انا باسمكم باسم كل الحاضرين واسم المنظمه نشكر دكتور خالد على المعلومات القيمه. يعني ممكن اطلق على محاضرتك عباره او مصطلح غذاء الروح، يعني احنا اليوم تغذيت انا من اسمع كلام على دسمة غذت روحي لمدة أسبوعين ثلاثة، لأن يعني كلش عشان العربية أحبها وأحب الاختصاص هذا. بنت تخصصت بالأصول الفقه بالدكتوراه، شفت إنه أنا مستحيل أقدر أوصل إلى الدلالات اللغوية إذا ما أفهم الدلالات اللغوية أولا، فأبحرت في مجال اللغة العربية. أولا مثلا أكتب قصة قصيرة وأكتب شعر وأديبة، لكن بعدين سقطت مواهبنا بالكلية. إحنا طبعا أكثر شيء من الأشياء اللي ذكرتها هي موضوع الأضداد، موضوع نطق بالكل وإرادة البعض، ذكر مثل يجعلون أصابعهم في آذانهم، خاصة يعني اللي يقرأ قرآن يشوف يعني عالم جميل من اللغة العربية اللي يعرف يعني ينتبه على الكلمات ويعرف يدقق. الأشياء الجميلة أيضا اللي ننتبه عليها بالقرآن الكريم، لأنني ذات مخارج وصفات، فمثلا الحروف القوية اللي حروف الاستعلاء نشوفها تجي، او الحكم الاظهار يجي ويا الاحكام الشرعيه القطعيه، عليم حكيم، تلقاها بالسرقه، تلقاها بالزنا، تلقاها بالحدود، بالجرائم، عليم حكيم، عزيز حكيم، ما بها مجال. وتجي على الامور الاخرى اللي بها توبه ومغفره وكذا، غفور حليم عظيم. العتاب اللي صار بعبس وتولى ان جاءه الاعمى، شوف الاخفاء، حرف الجيم، يعني فيعني اللي يبحر في العربية في صفات الحروف، في مخارجها، طريقة النطق بها، ويجي يريد يطبقها بالقرآن يشوف هناك علاقة بين الحرف وقوته وبين الحكم الشرعي الموجود. هذه احنا درسناها اثناء ما كنا نبحث في حفظ ليش هنا يا عزيز حكيم، ليش هنا يا عليم خبير. فشفنا انه كل آية حسب سياقها وسباقها ولحقها ايضا متعلقة مع بعضها. فاللغة العربية عالم احنا اللي نتأمله. واليوم اكو طلابي الكل، يعني نزلت الرابط على الجروب تمنيتهم يحضرون، اتمنى اليوم الشباب يرجعون للغة العربية وتركون العجمة. اليوم اكو عجمة كبيرة في لغتنا، بدأوا يستخدمون المصطلحات، اكو امور باللغة العربية صعبة، يعني هي يعني الغلطة بها صعبة، يعني هي هاي مثلا الكلمة تنكسر، اذا تنكسر صعب، فهي هو طالب يكسرها يعني يروح للصعب. احنا هسه اكو خطا سهل واكو خطا صعب، فتعودوا ان تنطق السنتهم خاطئه، والمشكله انه مثلا اذا يقراوها بالقران، يعني خطا بالقران هذا بعد الداهيه اكبر. فهاي دعوه من خلال هذه الورشه، من خلال دكتور خالد سعد يمكن ويانا اللي كانت مداخلات جميله، دعوه للناس للناس للعرب للمسلم ان يرد ان يعود للغه العربيه، يعني يقرا له بلا كتيب. يعني انا مرات اصير شويه انفعل، ولو درس دكتور خالد بس انفعل لما على مستوى حرف جر
بربك بربك تقول بربك او يقول بربك او على الله، يعني حرف الجر هذا البسيط اللي هو اثره بسيط جدا، جر بس جر بالكسره. لما اشوف طلابنا يغلطون يعني امتلئ حزن، اقول يعني طلاب تخطئون في الجار والمجرور، العجم اللي يجي امريكي اجنبي فرنسي ويريد نعلم سوره الفاتحه كيف؟ شلون نعلم سوره الفاتحه؟ احنا ندعو الى ندعو بدعوة حقيقية إلى العودة إلى اللغة العربية. أول شيء حبوها، هسه على قول الدكتور خالد خلينا نتعرف على اللغة العربية ونحبها، وورما بعد ما نحبها راح نشوف نفسنا باللاوعي إحنا نسولف باللغة العربية. وحالاتهم أهل الموصل أنا أعرفهم ما يقول بنكة مروحة، ما يقول خاشوقة، يقول ملعقة. أهل الموصل شفت أكثر ناس متعلقين باللغة العربية أهل الموصل، ما يقول خاشبة، ملعقة، ما يقول بنك، ما يقول بنكة، يقول مروحة، ما يقول سكملي، يقول الكرسي، يعني يحكي شوية أو المنضدة، أو يعني أكو عندهم تعلق. فإحنا لو إحنا نرجع ببيوتنا على أطفالنا نحاول نخليهم يحبون اللغة العربية، يتعلقون بها. لو أنا شوية فت بيتي عن شعر زين، مثلا انا حافظه هواي اشعار بس صراحه من بالي، لو فد بيتي شعر التعلوله ونقعد نسولف ونضحك عليهم او اقول لهم، خاصه هسه المراهقين والمراهقات يحبون هاي الاشياء، فلو بيتي شعر واشرح لهم اياه، الا يا طير القطا من يعير جناحه لعلي الى من قد هويت اطير. مو دكتور خالد اكو هيك بيت شعر؟ فمثلا لو هيك نقول لهم هيك هسه يقولون الله هذا هيك معنى، يلا خلينا نحفظه، خلي واحد يدز لله، بلكي شويه ترجع لهم محبتهم الى اللغه العربيه احسن من اطق روحي بحديد. كان هذا البيت الشعر كان سبب قبولي في الماجستير. الطالب اللي قبلي قال لعلي الى من قد هويت اطير فقال قال المدرس اللي امتحنا قال لي تصحح له، قلت له ايه، قال لي ايش وين خطا، قلت له هو هويته، قال شنو الفرق، قلت له الفرق بين الهوى والسقوط، قال لي روح انت مقبول وانت ما مقبول. جيد دكتور جيد، انا نطقتها صح، قلت هويته صح صح صح. يعني مثل هاي اللطائف لو نحكيها لاولادنا المراهقين اللي يحبون طلابنا وطالباتنا، انا اقول لهم بدل ما تدز لها اطق روحي بحديد، دز لها هيك بيت شعري حلو واشرح لها. وانا دائما اقول لهم يعني سبب قبولي بالدراسات العليا مفرده واحده، شوف وضع واحد انقبلت فيه، ما نعم تصحيح مفردة واحدة كان سبب في دخولي. وأن وإن وهاي هذا العالم الجميل من اللغة العربية، عالم يغذي الروح. يعني هذه عذرا زهراء أنا طولت عليك. دكتور أنا صحيح اللي قلتي كله صحيح، مشكورة على الكلام اللي قلتي. بالنسبة للغة العربية طبعا ما مختصة بأساتذة اللغة العربية فقط، أكيد. يعني أكيد. من محبين اللغة العربية بغض النظر عن اختصاصاتهم انه مختص باللغة العربية او مدرس لغة عربية او غير مدرس لغة عربية، مع اختصاصي برمجيات ما لي علاقة باللغة العربية، ولكن احب اللغة العربية، احب الشعر العربي، بعض الأغاني يعني ما أحب الأغاني ولا أسمع هالقد، بس الأغاني اللي بيها شعر عربي حلو يعني يعجبني أسمعها. خي خاصة يا أم كلثوم ونجاة عندهم أبيات شعرية، قصائدهم قصائد لها أثر فعلا. لها معاني. فأكو بعض يعني أكو بعض الأشعار يعني فعلا كل ما أكررها كل ما أسمعها مرة ثانية يعني اشوف فد بلاغه بها، بلاغه لها حلاوه وعليها طراوه، يعني حلاوه اللغه العربيه. كل مناسبه اقعد اذكرها واعيدها وما امل من عدها، انا بالنسبه لي ما امل من عدها. مع العلم استاذ سعد على المداخله الجميله، وشكرا للدكتور انا، لكن اكيد في مساحه كافيه لبعض المحاضر. عندنا استاذ دكتور علاء تدريسي في جامعة بغداد كلية إدارة اقتصاد، تفضل افتح المايك. دكتور علاء أهلا وسهلا به. شكرا للدكتور خالد على محاضرة القيمة. ثم دكتور علاء
اقتصادي ومالي في إدارة الاقتصاد حقيقة. أتحدث الدكتور خالد الله يسلمكم، لكن كرخبة وعن قيم بلده دوام، يعني مثل ذكر الدكتور خالد لدينا بين الثوابت والغيرات، بعدنا حقيقة يواجه لغتنا لغة القرآن لغة ابتكار مصطلحات جديدة تنافس اللغة الإنجليزية في تطورها العلمي. يعني هنا مثل ما ذكر الدكتور مسألة نظام الإعراب، وهذا النظام الدقيق الرائع اللي حقيقة أعطى وصف دقيق لكل معنى. نحتاج مثلا أنا حقيقة درست اللغة تعلمتها رغم أنه كانت لغة صعبة، لذلك يعني حقيقة كان عندهم نظام يسمى نظام البينيان، اكتشف عام 1979. من هذا النظام حقيقة أحدث نقلة في اللغة الصينية، والعالم كله بدأ يتعلمها رغم صعوبتها، بدأوا يطوروها ويحسنوها، ممكن أنه يقبلها الإنسان على هذه الأرض معمورة. ذلك من مليانين النظام الهيان والكاتانا أيضا طوروا على الرغم كانت لغتهم صعبة جدا، عبارة عن ذات ورموز كلغة سومرية ونرية، لكن لغة العبارة لغة القرآن الكريم حقيقة تحتاج إلى ابتكار أدوات جديدة حتى نقدر أن ننافس اللغات الحية الآن اللي تتحدى لغتنا، اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو حتى الصينية الآن. فنحتاج حقيقة دكتور خالد إلى أنه أيضا أن نبتكر نظام جديد، أنه حاول أنه يعني نقدر نقول أن يواكب التطور العلمي الآن في المصطلحات العلمية في التطور التكنولوجي. هذه الأمور حقيقة يعني تشكل تحدي كبير للغة العربية، فيا حبذا نحن عانينا كثيرا. أنا محب للغتي لغة القرآن الكريم، في الخارقيقة عانينا أنه وجدنا الكل يحبون اللغة الفرنسية ويتبون يتعلموها، والصينيين يحبون والكورين وغير هاللغات الشرق آسيا عموما، لكن فقط وجدنا حقيقة أقول لكم إياها المسلمين هناك في الصين يود أنه يسمع من عندنا كل حروف مخارجه يتعلم كيف أن يقرأ القرآن، وجدنا القليل أنه يحب أن يتعلم اللغات اللي نقدر نقول الدارج عندنا العامية هناك، كان والمصري والعراقي يسمعون منهم فيحبون أن يسمعون الكلام الدارج العامي. يعني نادر ما نستخدم اللغة العربية الفصحى، أيضا كانت عندنا مشكلة أخرى أو تحدي آخر. فيا حبذا أنا ما حقيقة أطيل، لكن هن غصة حقيقة أنه كيف الآن نستطيع أن نخرج من هذا التحدي بحلول. وشكرا لكم كعلماء مختصين في لغة القرآن الكريم واللغة اللي هي حقيقة تبقى خالدة بحدود القرآن الكريم. شكرا لكم. دكتور علاء، يعني إجابة للدكتور علاء، نحتاج إجابة مختصرة جدا. سأل الدكتور فاضل السامراء اللي درسنا الرجل العلامة العراقي، قال نحتاج ثلاثة أمور للنهوض باللغة العربية، نحتاج إلى قرار سياسي، ونحتاج إلى ماكينة إعلامية يعني واعية باللغة، ونحتاج إلى قاعدة شعبية تستعمل اللغة. يعني نحتاج إلى معونة طلبتنا ومثقفينا وأدبائنا وكتابنا مع قرار سياسي ملزم. لاحظوا في فرنسا رفضت رسالة دكتوراه لأن فيها مفردة فقط، فيها مصطلح إنجليزي. تأخرت أنت ولا أخرتك؟ نعم، لمصطلح إنجليزي واحد. نحتاج إلى قرار سياسي ونحتاج إلى ماكينة إعلامية ونحتاج إلى طلبتنا. يمكن الصوت دي قطع دكتور خالد محضر يمك؟ استقر. نعم. عندنا مداخلة بسيطة من سيدة عائشة، تفضل عائشة افتحي المايك. السلام عليكم. طبعا شكرا للحضور، شكرا للدكتور خالد، طبعا جدا مشتاقين المحاضرات القيزة،
بس ممكن تعليق بسيط انه قلت انه طرائق التدريس ايضا لها اثر. ليش نقول انه الاساس اللغه العربيه ضعيف؟ يعني بسم الله بالطريقه التقليديه، يعني ماكو تجديد، ملتزم بالماده العلميه المشروع من الوزاره فقط. يعني ممكن تقول هاي اصلا هي ده صعب اللغه العربيه للطالب، يعني مو شرط هذا غير اسباب الاساس ضعيف. الاجابه ست عائشه، يعني انا اقمت دورات لمدرسي الاعداديه يعني في الكرخ، و في الكرخ الرصافه ما قدرنا نوصل، لكن وجدت ان مدرسي دكتور خالد الصوت ده يروح. نعم هناك دكتور خالد، يمكن لك يمك ضعيف يا صوتي ما ضيق. دكتور خالد يمكن الانترنت نعم شوية اي نعم يعني نعم وجدت ان مدرسي الاعدادية والمتوسطة في الكرخ يعني اقمت لهم دورات في اللغة وفي قواعد اللغة، فوجدت ان يعني أنهم يعني ضعيفون جدا جدا، ضعف في استيعاب اللغة وفي قواعدها وفي أنماط تدريسها وأساليبها ومواكبتها، استعدادهم ضعيف جدا. مو كلهم، فيهم مدرسين أكفاء، يعني مو أكفاء مو عميان، أكفاء أكفاء جمع كفو أكفاء جمع كفو أكفاء أكفاء جمع كثير، يعني نقول بهم أكفاء، ويحتاجون إلى مرة أخرى يحتاجون إلى مؤسسة، يعني الدولة تحتاج إلى قرار سياسي، والله نحتاج إلى محاكم قضائية تخص اللغة العربية للنهوض باللغة. نعم اللي عنده سؤال الاتصال يقدر يفضل يفتح المايك. ست زهراء اذا ماكو زحمه عندي استفسار بس ما يخص المحاضره هذه. نعم تفضل. دور المحاسبه في الاصلاح الاقتصادي. لا هاي ورشه سابقه كانت استاذ سعد. أعرف. ست زهراء لو تسمحي لي، احنا انا في جامعه تكنولوجيه في السليمانيه. نعم. مسؤول خلينا نقول شو يسموه بالكواليتي اشورنس.